جهاد، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. حبيبتي قوي يا دعاء، والله الله بحبك يكرمك، قوي. الله يخليك يا رب. شكرا جزيلا. ازيك يا شيخ احمد؟ أهلا وسهلا يا هاني، لو أهلا وسهلا. حضرتك يعني الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، لو قلت لك قلبي بكى من الكلام اللي انت قلته دلوقتي. الله يسترك، اللهم استرك يا رب، استرنا يا معلش رب. ممكن يا دعاتي يعني تسمحي لي شويه ان اتفضلي اتكلم؟ معلش. اتفضلي. انا عندي 57 سنه ما شاء الله. وعندي 3 اولاد، ليا ابني متجوز والابن التاني معايا، العيل التالت في ثالثه اعدادي، بس معايا زوج اتجوزته على حب زي ما هما بيقولوا كده يعني. بس اتضح لي بعد ما اتجوزته من 30 سنه ان هو بيخوني كتير، يعني بيعمل حاجات كشة كتير. فوق كل ده هو المخدرات، عالجته كتير، فضل يعني من 7 سنين ما بيشتغلش، انا اللي بصرف وانا اللي بجيب، واجيب من انت ابني ده بتشتغلي؟ وابني، انا موظفة اجيب من ابني ده وابني دوت، والحياة بتمشي وخلاص. فانا منعي انا ذات نفسي منع نفسه عنه خالص، لان انا لو قلت لك انا مغسلة بغسل ايتام موتى، الله الله. وما شاء يعني مش هقول لك يا شيخ احمد انا بعمل خير للناس كتير، مش عايزه اقول اتكلم انا بعمل ايه للناس، يا بختك، يعني انا خدمت الناس كلها الله، وانا يعني. لو خدامك. حد الله يخليك اه الله والله. يخليك، فانا دلوقتي يعني قلت له حرف عليك قضيه خلع، فهو بيقول لي هموتك لو انت عملت كده. فماما وبابا ماتوا، وهم اللي كانوا يعني الله يرحمهم كانوا ناس اصلة قوي، وقولي لا بيتك وعيالك ومالكيش الا بيتك والكلام ده. استحملت استحملت كتير. فانا دلوقتي يعني بقول له عالج نفسك، وعالجته مره واثنين، وعياله عالجوه مره واثنين وثلاثه، برضه ما فيش فايده. فهو دلوقتي اعمل ايه؟ حكم ربنا ليا ايه؟ يا هل انا فندم بخسر استاذنك ربنا؟ بس سامحيني في الكلمه، خيانه زوجيه يعني؟ ايوه كان بيجيب بنات وماشي مع ستات يعني انت متاكده ولا؟ ايوه لا اه متاكده، وحاجات ورجعت ومخدرات، ان يعني لغايه هو مخدرات بيشم دلوقتي، هو بيشم دلوقتي اصلا. فانا عايزه حكم ربنا ليا ايه؟ هل انا مثلا لو انا مقصره معاه في حقوق الشرعيه، هو بيقول لي انا ليا حقوق، طب انا حقوقي انا فين؟ ما بيجيبليش اي حق خالص خالص من يوم ما اتجوزت لغايه دلوقتي. انت فهل ممتنعة هل انا بقالك وقت قد ايه؟ ممتنعه دلوقتي؟ بقالي بفتره دي سنه يعني كام شهر كده يعني بعيد يعني عن حضرتك يا الخطوه. فندم هو بيطلبك للعلاقة الشرعية، حضرتك بترفضي؟ ايوه اه طيب بس هو مدمن مخدرات انا واخد بالي. ايوه وما بيصرفش ولا انسان غير بيعمل سوي، اي غير سوي. حاجة، وطبعا ايوه. ستات ورجال. طب انت يا فندم اسالك اسال حضرتك سؤال يا هاني ممكن، اتفضل اتفضل. وانت ايه اللي مصبر حضرتك لحد دلوقتي؟ ما هي عايزة انا ترفع يعني خلع. مش عم يعني انا بعد نفسي انا مش صابره. انا يعني لو قلت لك انا عايزه ابعد من زمان، بس انا خلاص يعني الكلام ده من زمان قوي قوي، فبيبقى الضغط عليا من 7 سنين ما عدتش طايقه خلاص خلاص. طيب انت عايزه ترفعي خلع دلوقتي؟ بس هو يعني مهدينا الحته، يقول انا هموتك لو انت عملت ما حاجه هو زي كده. لازم وانت ما يقول طلبتيش كده، منه الطلاق انت بالمعروف؟ بتصرفي اصلا، انت بتصرفي عليه صح؟ ايوه ايوه طبعا ايوه طبعا. فيموتك لانه انت مصدر الدخل، هو هو بياخد منك فلوس يشم لا لا بيها؟ لا ايوه لا هو مش بياخد مني فلوس، هو انا بجيب الاكل والشرب وبياخد وبيتصرف على معاشه، البيت. بيجيب معاشه، وهو بيجيبها الحاجات اللي مش كويسه ديت، بس ما بيصرفش حاجه في البيت. طب انت طلبت فواضح منه انا يا فندم الفراق بالمعروف؟ طلبت كتير مش راضي، وجبت اخواته وكلمنا وعملنا، اخواته جم ما فيش فايده، وعالجته كم مره يا شيخ احمد ما فيش فايده. هو عنده يعني كام قلت له سنة؟ عنده كام هو سنة؟ عنده 57 سنه زميلي، هو سبعة مهندس وخمسين هو زراعي يعني، هو مهندس زراعي يعني معاه دكتوراه زراعه. هو موظف فانا يا فندم موظف؟ لا هو ما كانش بيشتغل، هو بيتاجر تجاره يعني تجاره ايوه عاديه، ايوه بس ما امال بيشتغلش. معاش ايه؟ معاش ايه اللي بياخده؟ هو كان بياخد، كان مأمن على نفسه وبياخد معاش حاجة خاصة تأمين. يعني. حاضر حاضر. فانا عايزه افهم يعني هل علاقتي بربنا، هل ربنا لو انا منعت نفسي عنه ده حرام؟ حاضر حاضر ماشي. ايه فضل الشيخ؟ انا اللي بقول لك ايه بقى، انا لا اللي انا بسالك. مالي بقى، وانتوا لا بتسالوني بص وبعد يا ما فندم، تسالوني صلى على الحبيب. عليه الصلاه والسلام. الست ديت من ضمن النماذج الستات وخاصه المصريات المقهورات اللي انا قلبي بيتقطع عليهم بصراحه بصراحه والله. انا مش عارف ايه اللي مسكتك لحد دلوقتي بصراحه، يعني راجل مدمن ويقول لك العلماء يقولوا الخمر ام الخبائث، وسيدنا النبي قال ايه؟ اياكم والخمر فانها مفتاح كل شر. ده والخمر هيروين كمان، ما هو شم. الخمر بقى يا فندم، تقوله هيروين، تقوله حشيش، تقوله شمبانيا، تقوله مهلبيه، انا ماليش علاقه بالاسم ايه. المهم كل ما يخمر ويستر العقل ويضيع العقل ويغيب العقل هو بالنسبه لنا كله. النبي قال كده، قال كل من مسكر الخبائث. خمر وكل خمر ايه؟ حرام. ماليش دعوه باسمها ايه بقى، مصنوعه من ايه، طالما بتخمر العقل خلاص. فالست دي الله يكون في عونها بصراحه، وزي ما دايما ما بقول 3 جمل على الست المصريه،
او الست العربيه، بقول الست جمل وجبل وبطل بصراحه. شوفي ربة الاولاد وبتصرف على البيت، فربنا يجزيكي خير. بس اللي زي ده يا فندم انت عليك مره واثنين وثلاثه بصراحه، ما يعني ما ينسكتش عنه، لاني دايما انا بقول البعد عن الشخصيه اللي زي دي غنيمه. انت بتضيع عمرك، انت مغسله وربنا يسترنا واياكي، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره زي الفل. بس لحد امتى يا فندم؟ لحد امتى؟ بوسيبك بقى من الموضوع ايه، اصل احنا دعاء هاني ما اعرفش انت معايا في الموضوع ده ولا ايه، يقول لك ايه يعني انت هتطلقي تخربي بيتك؟ مين اللي قال ان الطلاق خراب بيوت يا فندم؟ هو ربنا هيشرع خراب؟ انا بس عايز اعرف. ثواني، هو كده اللي مش شرع مخروب؟ لا انا مش بقول على دي، انا بقول على النموذج بقى، على النموذج. بص يا فندم، ده مش مخروب. هو مين اللي شرع الزواج؟ ربنا، مش كده؟ هو اللي شرع الطلاق. اللي شرع الطلاق. لا هو السؤال، هو كده مش مخروب؟ مخروب ده ستين مخروب في بعض. ده مش خراب اللي هو عامله ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ممكن البتاع اللي الزفت اللي بيشربه ده ممكن يقتلها في اي لحظه، او يقتل اي ولد، او يعمل اي كبيره، او يعمل اي مصيبه. فانا بقول لك اتقي ربنا، ولو رفعت عليه خلع ما في ادنى مشكله خالص على ما سمعنا منك. فكرة انها منع نفسها منه دي اللي حرام بقى بصراحه. ازاي؟ بس في اوقات الافاقه، مش في اوقات السكر. ازاي يا فندم؟ مش في اوقات السكر. ايوه ثانيه واحده، حرام ازاي؟ هو مش له ليها حقوق وواجبات؟ طب يا فندم ناخد ند مع بعض ولا نتخانق؟ لا انا ما طيب بتخانق. صلي على الحبيب. هي زوجته ولا مش زوجته؟ زوجته. في عصمته ولا مش في عصمته؟ كلام جميل. يبقى ياخد حقه الشرعي بما يرضي الله ورسوله. دي سكه. أيوة هو ودي سكه. هي ليها. هو ثواني بس، هو عشان بس النقطه في وقت الافاقه ووقت وجود العقل، مش وقت الخلع. هو وقع كل الحاجات اللي المفروض يعملها في الجواز. أيوة. هو لا يصرف، هو مش قيوم عليها خلاص، هو ما بيصرفش. احنا ما نعرفش خطأ، وهو بيخون، بيجيب ستات في الحرام، وهو بيشرب مخدرات. التلاتة دول ما يدوهاش الحق انها تمنع نفسها؟ لا يا فندم. بص يا فندم، يا اكمل بالمعروف يا اخلع بالمعروف، يا اما انا اديله حقه الشرعي، لان ده هو كده اخطا، هو كده اذنب، هو كده عمل كبائر. انا اقابل الكبائر. بص يا فندم، يعني اعزكم الله، يروح يزني يخطأ؟ طب انا محتاج، هو محتاج زوجته دلوقتي، هو بيزني يا فندم. هو بيزني فعلا. طب ما يمكن هو يا فندم خانها؟ هو خانها وهي على علاقه بيه كويس. بقول لك احنا هنتخانق. طب بقول لحضرتك يعني ما ممكن تمنعها عنه هو اللي بيخليه يؤدي الى الغلط؟ لا هي قالت ان هو بدا يعمل كده، فهي امتنعت بعد ما قرفت منه. هو في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن كيف تقبح امراتك بالليل بالنهار ثم تاتيها بالليل. يعني المرأة الموضوع ده عندها مش فيسيولوجي. طب يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن تتمنع، بس مش بالشهور والسنين، لكن ما يبقاش حجر عصرة، او ما يبقاش ضغط. طلبت طلاق. تطلب بقى خلاص، يبقى ما أيوة. بس ما يبقاش ضغط. انا واحدة، هي واحدة طالبة الطلاق من جوزها. طول ما هي زوجته يا فندم، طول ما هي زوجته. يعني في واحدة تطلب الطلاق وتعمل علاقة مع جوزها يا فندم؟ طالبة طول ما هي زوجته في عصمته، حتى لو طالبة الطلاق هو طلبها للفراش، لا يحق لها أن تمنع نفسها طالما ما فيش ضرر وقع عليها من هذه العلاقة. ما يكونش سكران، ما يكونش بيأذيها، ما يكونش وقع عليها ضرر. ما هو لا، أما يكون فائق بقى. أنا بقول لما يكون فايق وتمام التمام وقاعد معاها ومحتاجها للعلاقة خلاص، هو ده حقه شرعا إلى أن يتم الطلاق. وهي مش طايقة وطالبة الطلاق. طيب ماشي، بس ما ده بقول لك بقى لي سنتين يا فندم. بتقول بقى لي سنتين؟ بقى لها سنه. بقى لها سنة. طب ازاي بقوا عايشين تحت سقف واحد؟ وهي طب ما يمكن ده يقرب المسافات. سبحان الله، يقرب المسافات. ايوه، يقرب المسافات ويهديه ويبعده عن الحرام. انت ليه يعني؟ هو انا كده كلامي مش صح؟ لا انا بسال. انا عارف ان الموضوع بص يا دعاء هاني، عارف ان الموضوع عند الست نفسي قوي قوي. ايوه طبعا. وعواطف ومشاعر ومش وهي مش قصه اعزكم الله دينماتيكيه يعني. لا، القصه مشاعر واحاسيس. بس ما منحش نفسي على طول، والله يكون في عونها. انا مش ضدها، انا معاها. بس في اوقات الافاقه ممكن المايه ترجع لمجاريها. ده ربنا عامل حاجه اسمها عده ليه يا فندم بعد الطلاق؟ عارفه العده دي ايه يا فندم؟ بالله عليك خلينا نخلص دي. عارفه العده دي ايه؟ لو سين طلق صاد، تقعد معاه تحت سقف واحد طالما في طلاق رجعي لمده الثلاث شهور او الثلاث حيضات او لحد ما تلد. ليه؟ ويقعدوا يختلوا ببعض، يمكن نرجع لبعض. انا بس عشان وصل. بسال يعني. لكن الله يكون في عونها، والله انا قلبي معاها. طب اسال يا فندم. انا قلبي معاها بصراحه. اسالي يا فندم. اسال يا فضيله الشيخ. دلوقتي ست بتقول لك بغسل وبعمل خير زي الفل، محترمه، بتصرف على اولادها وعامله قايمه بكل حقوقها وما لقيتش مقابل، ففجاه كرهت الشخص، وربنا مطلع على العلاقه دي عامله ازاي. الراجل لا بيصرف ولا وبيخونها وبيشرب مخدرات، فجت الست بعد كل هذا الخير اللي بتعمله والجري على اولادها والكذا وتربيتهم وانها ست محترمه وصاينه جوزها وكده، مش قادره تعمل علاقه. يقوم ربنا مديها، يقوم ربنا قايل لها يعني حرام تاخد ذنب. بس مش على طول الخط يا فندم. انا اقول لحضرتك يعني كل واحده زعلانه من زوجها تمنعه من العلاقه؟
ده اللي انا بسال بقى. لا معلش زعلانه حاجه، معلش زعلانه حاجه، وانها مش بتاخد حقوقها منه حاجه ثانيه. اعالج خليني اقنعك او تقنعيني، مفيش مشكله خلاص. انت متقمصه شخصيه المشاهد وانا معلش اقول لحضرتك بس يعني عشان بعد كل اللي عملته ده هي اللي تاخد ذنب. لا ما قلت الذنب، انا ما قلت الذنب، ما قلتش على طول الخط حرام، انما حرام. ممكن ما تستخدموش دي، ده اداه ضغط عليه. بص يا فندم، العلاقه الشرعيه اللي انا باخدها من زوجتي ده مش تفضل منها عليا، ده حق شرعي، ده الحق الشرعي، ولو امتنعت تبقى قاسمه. ولو الزوج طلب زوجته للفراش قبل النوم، وسيدنا النبي قال كده، وامتنعت ما نقول لحضرتك تلعنها الملائكه. وبرده العكس زوج المحترم اللي بيؤدي حقوقه، ما انا بقول لك في التوقيتات بقى اللي هو فايق فيها، اللي هو بيرجع يندم فيها، خلاص تمكنه من نفسها حقها الشرعي. انما طول ما هو مش مظبوط وسكران وبيعربد وخارب يعني الدنيا، هو مش مظبوط وسكران وجاي سكران بالليل او شارب شامم فنام فصحي فايق، فيبقى كده خلاص. لا مش لا يجوز تمكنه، ده لا يجوز تقعد معاه كمان ولا يجوز تاكل. طيب هو نام وصحي فايق، فلما يبقى يفوق يبقى هو ده شخص تاني، ما هو نفس الشخص. مش قصدي فوقان في اللحظه دي يا فندم، انا الكلام واضح اهو. اما يجي مثلا يومين ثلاثه يفوق فيهم ويبقى كويس وعايز يستقيم، تساعده على الاستقامه ولا تمنع نفسها لمده سنه؟ انا لو عايز يستقيم، لو عايز يستقيم ماشي طبعا.